يا اهلا وسهلا بحضراتكم. نفتح بقى كلامنا في الشامبيونز ليج. امبارح كان ماتشات يعني في منتهى القوه. طبعا انا بيتهيالي انه الماتشين اللي المصريين تابعوهم بشكل اساسي كان مواجهه بورتو مع ليفربول عشان طبعا نجمنا محمد صلاح، وكمان ماتش السيتي والبي اس جي، بانه بما انه مواجهه بين قوتين عظمتين دلوقتي في بطوله اوروبا او في قاره اوروبا، عشان كده يمكن الماتشين دول اكتر ماتشين كانوا فيهم نسبه متابعه. لكن ده ما يمنعش انه كان في صدمه ما بعد الماتشين لما الناس دخلت بقى تتابع وتشوف النتائج، لقيت انه الريال شال على ارضه. يعني الريال بكل نجومه بسلطاته بابا غنوجه بيلعب فريق طبعا يعني غالبا الناس اول مره تسمع عنه امبارح، ويخسر على ارضه وعلى ملعبه مع انشيلوتي ومع بنزيما ومع كورتوا ومع كل اللي انت عايز تقوله 2-1. كانت مفاجاه كبيره الحقيقه. وهنتكلم كمان طبعا على ماتشات النهارده. المواجهه زي ما قلت لكم الاهم عندنا تشيلسي واليوفي، صدام اعتقد هيبقى قوي جدا. عندنا اليونايتد مع فيا ريال، عندنا بايرن ميونخ مع دينامو كييف، عندنا بنفيكا مع البارسا. مباراه يعني هي بحكم الاسماء ممكن تبقى مهمه، لكن بحكم المستويات يمكن تكون في المرتبه الاخيره من حيث المتابعه والاهتمام. لكن خلينا نتكلم اكتر على تشامبيونز ليج مع ضيوفنا اللي بنستمتع الحقيقه، بنستمتع انا الحقيقه بستمتع وبتمنى تكونوا بتستمتعوا دايما يوم الاربعاء بوجود دكتور وليد الحديدي معانا في السادسه. مساء الخير دكتور وليد، نور الدنيا. منتهى السعاده طبعا انت النهارده، يعني شرفني ومبسوط وهارد لك يعني. ولا يهمك ولا يهمك. الناس هتعرف طبعا هارد لك، هم اكيد هيعرفوا يعني، هم خلاص السوابق فاكرين. صحيح. ومعانا طبعا العالمي الصاعد الواعد مينا ماجد محلل الكره العالميه، طبعا جاي لنا النهارده بلوك عمرو جمال شويه يمكن لما يبان على الشاشه تشوفوا حضراتكم. مساء الخير يا مينا. مساء الفل. اهلا وسهلا. انا سعيد اني معاك حضرتك، منورين الدنيا مع الكره العالميه. ومع ضيوفنا طبعا هنتابع الجي بي اس فقره يوم الاربعاء ونشوف نجومنا المحترفين بيعانوا الحقيقه. يعني اسبوع مش لطيف خالص، بس يعني نتمنى ان اللي جاي بالنسبه لهم يكون افضل. طيب نبتدي بالتشامبيونز ليج. طيب اختاروا لنا انتوا الاول. يعني انا كنت بكلم مع زمايلي، كنت حابب ابتدي بالسيتي والبي اس جي بما انها الصدام الاقوى امبارح. اه طبعا ام المعارك، مباراه هي حملت رقم قياسي باعتبارها الاغلى في تاريخ كره القدم من اول ما اخترعوا الكره لحد النهارده. بتتكلم في حوالي 2 مليار يورو موجودين على ارض الملعب. قيمه تسويقيه للسكواد بتاع الفريقين، حاجه ما حصلتش في التاريخ ان مباراه تجمع يعني او يبقى على ارض الملعب هذا الكم من الاموال اللي بتجري وتداعب الكره. الكل كان في انتظار المواجهه، لان باريس سان جيرمان بعد المباراه الاولى والتعادل المخيب للامال طبعا يعني دخلوا مرحله من مراحل الشك، وبدات الناس تقول ان لا هو الشك لسه موجود يا دكتور. ما احنا لسه هنقول يعني مش يعني هم يعني طبعا ما لهمش جماهيريه كبيره في الوطن العربي، لكن النجوم بتاعتهم بقى ليهم عشاق وليهم جماهيريه من اول طبعا ميسي ومحب نيمار ومحب امبابي. فمؤكد في ناس كتير بقت بتنتظر مباريات باريس سان جيرمان وبقى ليهم قاعده جماهيريه مش عايزين ننكرها. ف باريس سان جيرمان بعد التعادل الاول وبعد كمان القصه والازمه اللي دخل فيها ميسي مع بوتشيتينو، وبدات الموضوع بقى والصحافه الفرنسيه والصحافه الاوروبيه تتكلم عن ازمات بتحصل وقصه امبابي اللي لسه مستمره وعدم رضا عن التواجد. المهم ان كان في قصص في باريس سان جيرمان. فكانت مواجهه السيتي باعتباره واحد طبعا وصيف البطوله السابقه وواحد من اهم المرشحين وواحد من اقوى الفرق في اوروبا حاليا، كانت اختبار حقيقي لباريس سان جيرمان علشان يقول انه موجود وان الفلوس اللي اتدفعت والمرتبات اللي بتتصرف ما ترمتش على الارض. ما ترمتش على الارض واحنا موجودين يا جماعه. النتيجه اللي فاز بيها باريس سان جيرمان تبدو للوهله الاولى كانها نتيجه كبيره وعظيمه وكانه كان مسيطر على المباراه وكانه فوز مستحق. الكلام ده طبعا انا عارف انه هيعجبك، لكن الحقيقه انا متاكد ان بوتشيتينو ما كانش راضي عن الاداء. هو يتحمل جزء من مسؤوليه المستوى اللي ما كانش عند المامول. انت بتلعب في ملعبك في حديقه الامراء وسط جمهورك طبعا، ومعاك اجمد يعني اسماء في اجمد حاجه في كل حته. يعني ده الراجل لما بيحب عم بيعمل كده تبادل يعني بين حراس المرمى معاه احسن لاعب في اليورو، احسن لاعب مش احسن حارس كمان دوناروما وكيلور نافاز اللي هو واحد من افضل ثلاث حراس في العالم السنه اللي فاتت. وطبعا بقى الكتيبه من اول طبعًا. الدفاع ده راموس قاعد احتياطي يعني اللي هو كان قائد وفينالدوم قاعد احتياطي ومفيش ايكاردي مفيش ديماريا يعني الموضوع فعلا مفيش داكسلر مفيش لا الموضوع مستفز يعني.
الحقيقه كان في تقدر تقول طبعا النتيجه محترمه جدا. باريس سان جيرمان تخطى عقبه مهمه انه ياخد الثلاث نقط من السيتي، بتديله افضليه انه يصعد عن المجموعه ويبقى قريب من الصعود، لكن المستوى، الاداء، الجبن في بعض الاوقات، المهام الدفاعيه اللي انا ما كانتش ما يتهيأليش يا دكتور وليد، ومش عارف مين يتفق معايا ولا يختلف، انه دي الطريقه اللي كان نازل يلعب بيها بوتشيتينو. انا اعتقد انه كان في طريقه تانية، بس السيتي اكبر باريس سان جيرمان على انه يلعب بالطريقه دي. يعني وخليني احط لك، هل باريس سان جيرمان كسب المباراه ولا هل السيتي هو اللي خسر المباراه؟ طيب انا متفق مع دكتور رئيس في جزئيه مهمه، وانا ما زلت بتكلم في نقطه. اول حاجه ان بوتشيتينو بقى واحد من خمس مدربين بس في التاريخ اللي عرفوا يكسبوا بيب جوارديولا اربع ماتشات او اكتر في ماتش امبارح، ويمكن هي الفكره انه كان لازم يغير بعض اللعيبه عشان يلعب مانشستر سيتي. ده شفناه بالذات في نص الملعب، كان لازم يبدا بادريس اجانا جه ويبدا جنبه باندر هيريرا وفيراتي عشان يكون عنده لعيبه بتعرف تنزل في نص الملعب، تقدر تامن الوينجين بالذات، ويعرف يعمل كثافه عدديه سواء بالفول باكات مع لعيبه نص الملعب عشان تقفل على اهم نقط عند السيتي، الاطراف، لانه في كل الاحوال بيب مش بيعتمد على المهاجم الوهمي، وابتدى انه يصدر او يحط التركيز الاكبر دايما يكون عندي كثافه عدديه في الهجوم، فابتدى يقفل شويه بالطريقه دي. انا مقتنع بنسبه 100% ان بي اس جي امبارح ما كانتش افضل شكل على الاطلاق، وان بيب جوارديولا هو اللي بيصر دايما يلعب بطريقته وساب مساحات، ودي نقطه برضو تحسب عليه في بعض الاحيان. ولكن على الورق الارقام بالمناسبه تنصف بيب جوارديولا وكان الافضل في المباراه، يمكن في كوره بتاعت ستيرلينج ومن ثم برناردو سيلفا، اعتقد دي اسهل فرصه في التاريخ ضاعت امبارح، كانت ممكن تغير الامور بشكل كبير. ف السيتي لو كان سجل الكره دي كانت تفرق جدا في نتيجه الماتش دي. حقيقة. طيب خلينا نسمع بيب جوارديولا قال ايه بعد الماتش ونرجع نكمل كلامنا. نيمار وميسي بي ندرك أنه من المستحيل السيطرة على ليونيل ميسي لتسعين دقيقة كاملة، لكننا لم نتح له العديد من فرص استلام الكرة، عاد بالطبع من الإصابة ولذلك احتاج إلى استعادة إيقاعه. أعرف حق المعرفة وأدرك أنه لا يمكن إيقافه عندما يندفع ويكون على مقربة من الكرة، ولهذا السبب عملنا على الحد من فرصة قيامه بذلك. أنا راض بالطريقة التي لعبنا بها. طبعا لقطه امبابي ميسي يمكن تكون اللقطه الافضل لبي اس جي على مستوى المباراه امبارح، اسيست بصراحه عالمي. ويمكن في نفس الموضوع ده كان على السوشيال ميديا امبارح بوست انيلكا نجم المنتخب الفرنسي قبل كده، كان بيتكلم على، انت عارف طبعا طبيعي الاسماء الكبيره اللي موجوده في السكواد دي ممكن تخلق نوع من انواع النفسنه او التنشنه جوه اوضه اللبس. فكان بيتكلم عن الكا على فكره انه على ميسي انه يفهم ان هو قادم لبي اس جي وفيها نجم كبير زي امبابي، وعليه انه يفهم انه لازم يعني بلغه الكوره يخدم على 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 امبابي. رايكم في قصه انيلكا او تعليق انيلكا ده، وازاي شفتوا العلاقه بين الثلاثه نيمار ميسي امبابي؟ دكتور وليد. شوف، هو طبعا كلام انيلكا مفهوم، لان اولا هو فرنسي وامبابي هو رمز المنتخب الفرنسي او الكره الفرنسيه حاليا، وهو اللاعب اللي بيتم تجهيزه علشان ياخد مكان ميسي ورونالدو كوجه اول للكره في العالم وصاحب الكرات الذهبيه القادم، وده هو بيعدل كده انه يبقى لاعب تاريخي في تاريخ كره القدم. أيوة. فبالتالي الميديا الفرنسيه والنجوم الفرنسيين القدامى والمحللين الفرنسيين عايزينه يحطوه في هذه المكانه او في هذا الاطار. ده عكس تماما السياسه اللي اشترى بيها او قام بيها باريس سان جيرمان باستخدام ميسي، لان ميسي جاي وهو النجم صاحب ست كرات ذهبيه، وهو حامل الكره الذهبيه اخر كره ذهبيه، وتعود ان هو يكون يعني هو المتصدر المشهد، وهو لسه في عز ما يقدمه، بالعكس هو المرشح الاول للفوز بالبالون دور السنه دي، يعني الراجل لسه في عز مستواه. فهذه الفكره مش بقى بتخلينا نناقش مين يخدم على مين، هي بتودينا البعد ان فعلا في شيء ما بين الثلاث لاعبين والثلاث نجوم. لان على الرغم من ان الهدف اللي كان مبابي عمل فيه اسيست عظيم جدا والتفاهم العظيم جدا لليونيل ميسي، لكن هذا التفاهم مش موجود طول الوقت، واضح ان في تفاصيل صغيره بين الثلاث لاعبين مش هتكون مخليه العلاقه بينهم الكرويه، خلينا نتكلم عن العلاقه داخل الملعب في افضل حالاتها دايما، لان كل لاعب من الثلاثه بيسعى انه يكون هو السوبر ستار وهو النجم اللامع والاول للفريق. نيمار عنده هنا طبعا بيلعب لعبته بعنف، يعني مؤكد وده شيء مقبول، كان لازم اداره البي اس جي تتوقعه. اذا قدر البوتشيتينو انه يسيطر على الرغبات الاحاديه الفرديه للثلاثي ده، وقدر يخلق
بينهم الهارموني اللي المفترض يكون موجود في فريق جماعي كرة القدم زي ما كان في الثلاثي اللي كان في برشلونة، ميسي سواريز ونيمار قبل كده. إذا قدر بوتشيتينو يعمل ده هنشوف فريق هجومي بهجوم لم نراه في تاريخ كرة القدم، لأنه فعلا عنده ثلاث أسماء لما تجتمع زي ما شفنا بتعمل حاجة عظيمة جدا. طيب في لقطة ناس كتير جدا شافت فيها تناقض من خروج ميسي من أرض الملعب والكلاش اللي حصل مع بوتشيتينو في مباراة سابقة، وبين ميسي وهو نايم على أرض الملعب امبارح. شفت طبعا اللقطة دي وفي ظهر الحيطة وهو نايم على الأرض، وطبعا منظر بالنسبة لعشاق ميسي يعني اللي بتابعينه بصرف النظر بيلعب فين كان منظر غريب جدا. وده ممكن يترجم على أنه برضه يحسب لبوتشيتينو انه لما يكون في حاجه تخدم الفريق مهما كان وضعك مهما كانت نجوميتك لا لازم تنفذ الدور اللي مطلوب منك. اعتقد ان دي واحده كمان من اغلى يعني حوادث الصد في التاريخ، هيكون واقف نيمار ومبابي وميسي في حيطه، في الموضوع صعب جدا. انا شايف ان اللقطه دي عاديه في رايي كواحد متفرج للكوره، شايف ان اللقطه عاديه. طبعا احنا اتعودنا على ميسي الحيطه دي متكلفه كام بالظبط. اعتقد ان اصلا موضوع ان اللعيب ينام تحت الحيطه دي اتعمل بسبب ميسي، بسبب الفاولات اللي كان بيلعبها ميسي. احنا دلوقتي بس لسه مش متعودين، وميسي نفسه اعتقد لسه عنده شويه شوك كده ان انا اتغيرت، انا بقيتش لابس تيشر برشلونه، بقيت في نادي مختلف. ولكن في رايي كروان عادي جدا. اول حاجه ميسي قصير تحت ال 170 سنتي، فمن المنطقي انه مش هياخد مكان في الحيطه، لانه من السهل جدا بتكون لاعب فريق مميز في الكور الثابته عنده كيفن دي بروين وعنده رياض محرز، فلازم على الاقل تعمل لهم احترام. فانا شايف ان كان من المنطقي انه يكون نايم تحت الحيطه. كانت ممكن تيجي من اللعيبه نفسهم انه مثلا يقول له لا بلاش بالظبط نفس التون انت ولكن يعني هي عادي. انا اعتقد ان حتى هذه اللحظه من المنطقي ان موريسيو بوتشيتينو يفضل يتعامل. بس خد بالك ان التوقيت برضو انا يعني في ناس برضو بتحلل تشوف بين السطور تقول لك خلاص 90 ومش تفرق. انت في الدقيقه 90 وكسبان 2-0 ويعني الموضوع خلصان والماتش بتاعك، فيعني هل كان يستدعي ولا كان في رساله معينه لابد ان احنا نوصلها؟ انا اعتقد انه بشكل عام يعني انا في اي فريق دايما بدعم المدير الفني مهما كان عندي نجوم مين، لانه في الاول وفي الاخر هو اللي دايما بيبقى مسؤول، وهو بصراحه عنده تحدي صعب فعلا. فكره الهارموني ما بين كل سوبر ستار دي موضوع مش سهل، ولكن لو ميسي بيعملها من اجل الفريق فده شيء ممتاز ويحسب له. وان كانت كنت برضو انا يعني بحب اشوف ميسي كده، لكن كروين هي اكتر من عادي بالنسبه لي. طيب تعال نشوف زي ما شفنا وتابعنا جوارديولا قال ايه، تعال نشوف بوتشيتينو مدير الفني لبي اس جي قال ايه بعد المباراه واتكلم ازاي كمان عن ميسي. Bueno, cuando los resultados positivos llegan, siempre hay se tiende a destacar, ¿no? Lo bueno. هناك نزعة للتحدث عن النواحي الإيجابية عندما تحقق نتيجة جيدة. نحن بالطبع سعيدون بالنصر وبهذه النقاط الثلاثة التي وضعتنا في مركز جيد جدا في المجموعة يساعد جهودنا لأجل التأهل. أنا سعيد لأننا أدينا مهمة عظيمة في الفترات من المباريات التي احتجنا فيها لبناء الهجمات، وسعيد أيضا بنجاحنا بالعمل بالصورة الصحيحة اعتمادا على أداء جماعي في الفترات من المباريات التي عانينا فيها بسبب ضغوط مانشستر سيتي وهيمنته على الفعاليات، وأفلحنا بفضل المهارات التي يتمتع بها فريقنا في الهجوم بشكل جيد، وسجلنا هدفين ممتازين. أنا سعيد ويجب علي تهنئة اللاعبين، فكما قلت في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة إن هذه المباريات تابعة للاعبين وهم يستحقون كل إشادة. شهدت ولسنوات عديدة ليونيل ميسي يسجل أهدافا دائما للفريق المنافس، ولذلك آسف يحق لي الاحتفال لتسجيله هدفه الأول لفريقي. يعني انا بشوف بالاضافه لنتيجه الماتش وال2-0 اللي كسب بيهم البي اس جي في مكسب مهم جدا لا يقل عن نقاط المباراه، وهو فكره ان يبقى عندك الثقه انك انت فريق قادر ينافس وقادر يحقق البطوله، بما انك انت قادر تكسب فريق زي السيتي اللي بيعتبر يعني مش هقول اقوى لكن واحد من اقوى فرق اوروبا. شوف هو امبارح ما تضحكش كده يا دكتور. لا انا متفق يعني بتتكلم على خد بالك خد بالك لما يبقى عندك سكواد ما فيهوش السوبر ستارز زي نيمار وميسي وامبابي، فريق اكبر نجم فيه ممكن نقول دي بروينا او جريليتش، وتقدر تسيطر في بره ملعبك على فريق بحجم البي اس جي وتحطه تفضل في الركن كده ده معناه انك انت فريق اكيد كبير جدا. هو رياكشن جوارديولا بعد المباراه هو ما كانش غضبان قوي وما شربش ميه كتير، فده دليل ان هو ما كانش يعني زعلان قوي، لان فعلا السيتي عمل مباراه كبيره. لكن هي المشكله اللي احنا لو تتذكر واحنا بنتكلم وبنقدم الدوريات وبنتكلم عن الميركاتو اتكلمنا فيها، قلنا ان فكره المهاجم الصريح الكلاسيكي هو المركز اللي هيبقى فيه مشكله كبيره عند مان سيتي، لان الاعتماد على لاعب زي رحيم ستيرلينج او جريليش انه يلعب راس حربة وهمي
ده مش دورهم وما بيعرفوش يعملوه بالشكل الامثل. وبالتالي كل هذه السيطره امبارح دوناروما انقذ 8 فرص محققه، كان واحد من نجوم المباراه، 8 فرص محققه ده أيوه. يعني بفورمه اليورو لسه أيوه. دوناروما ماشي بفورمه اليورو رغم انه ما لعبش ماتشات كتير السنه دي، وكان في تنشنه برضه يعني كان متوتر انه مش بيشارك طبعا لان هو حاسس ان المباراه دي لو ما كانش عمل فيها اداء كويس كان ممكن تاثر على تواجده. لكن ناخد الاحصائيات الدكتور وليد سريعا. الارقام واضح جدا ان هي بتصب في صالح السيتي. النتيجه طبعا باريس سان جيرمان 2-0. الفرص الصحيحه السيتي ليه 7 فرص ولا فرصه منهم طبعا تم تسجيلها او تحويلها لاهداف، لكن من 3 فرص فقط باريس سان جيرمان قدر يحرز هدفين. نسبه الاستحواذ 57% 43% لصالح مان سيتي، ماشيين في نفس الاطار. العدد التمريرات 583 تمريره لمانشستر سيتي، منهم 505 صحيحه بنسبه 87% في مقابل 507 كتوتال تمريرات للبي اس جي، منهم 444 تمريره صحيحه فقط. عدد التصويبات 15 تصويبه للسيتي على المرمى، منهم 7 ما بين الثلاث خشبات في مقابل 5 تصويبات بس، منهم 3 بين القائمين والعارضه للبي اس جي. 24 عرضية لمانشستر سيتي مقابل 3 عرضيات للبي اس جي، والركنيات 10 مقابل 2. يعني وكان يعني سيطرة مطلقة. كان السيتي بيلعب واتفورد مثلا او بيلعب نورويتش. سيطرة مطلقة. هي بس النقطتين المهمين فنيا سريعا. أيوه. السيتي متأكد ان جوارديولا هيبدا يا اما يحاول يوظف لاعب كراس حربة، يا اما هيشتري في يناير راس حربة صريح. و باريس سان جيرمان ما كانش فيه دفاع تماما من الثلاثي الامامي، وبالتالي اي مباراه مش هيكون حظه فيها بنفس حظه امبارح، واي مواجهه صعبه هيكون فيها خطوره دفاعيه للبي اس جي. ارقام ميسي سريعا يا مين. ميسي لعب 98 دقيقه لغايه دلوقتي او في ماتش امبارح، جاب جون واحد من تصويبه واحده على المرمى. عدد التمريرات بتاعته 49 منهم 43 صحيحه بنسبه 88%، ولعب مراوغه واحده في المباراه وكانت صحيحه. يمكن ميسي امبارح ما ظهرش كتير، لكن كالعاده لما بيظهر بيبقى اخطر واحد في الملعب. هي يمكن لقطه الجول هو الهدف الهدف اللي احرزه الثاني، هو يمكن اللقطه الوحيده اللي ظهر فيها ميسي. يمكن هو في اول ثلث ساعه كان شويه بينزل وبيسقط وبيحاول يدافع، لكن طبعا مش هينفع تستمر كتير مع ميسي انه بيدافع. ونفس كلام دكتور وليد انه بوتشيتينو، كنا دايما بنتكلم دي المشكله الاساسيه، هو مدير فني بيحب فكره الضغط العالي، وان اول ثلاثه عنده هم اول جزء في منظومه الضغط. كمان انا بتكلم على الخط الهجومي، هو اول خطوط الدفاع هو الخط الهجومي، وده شيء ما اعتقدش هنعرف يطبقه قوي بوجود ميسي ونيمار ومبابي، فده لازم نكتشف الدنيا تمشي معاه ازاي. طيب نشوف لقطه الهدف بتاعت ميسي سريعا، معانا وقت نشوفها. طبعا ده تحرك ميسي، هو بدايه في الوقت اللي كان السيتي بقى بيهاجم فيه. أيوة. هي عايز يعوض. هي دي الخطوره الحقيقيه اللي ممكن يشكلها باريس سان جيرمان واللي اتفسرت امبارح، هي الخطوره الفرديه، استغلال مجموعه المهارات. شفنا طبعا انطلاقه ميسي والربط العظيم اللي عمله مع مبابي، وكان في الحقيقه اكتر من مره بيحصل تبادل مراكز بين الثلاثي في مباراه امبارح. يعني شفنا مبابي في الناحيه اليمين اوقات كتير وفي الناحيه الشمال، وكذلك نيمار ميسي كان بيدخل للقلب اوقات كتير. شفنا بقى اللينك اللي عمله ميسي مع مبابي، طبعا ذكاء عظيم جدا من الاثنين لعيبه. المهارة ازاي تتوظف وازاي تتوظف الجودة والكواليتي انها تخدم الفريق في الاخر. فهذا الربط اللي اتعمل طبعا، الاسيست بتاع مبابي هيئها لميسي، ميسي في هذا المكان لا يخطئ اكيد طبعا. وتسديده كان منها هدف تاني، هدف قتل المباراه. اللقطه اللي كان كل جماهير ميسي وكل جماهير باريس سان جيرمان منتظرينها هو الهدف الاول، ما احلى من هدف طبعا قدام السيتي وقدام جوارديولا وعلى حديقه الامراء. بدايه اتمناها طبعا بما اني محب وزي اي حد في العالم بيحب هذا اللاعب ليونيل ميسي، اتمنى تكون بدايه العوده للمستوى. طيب فاصل ونرجع سريعا نقفل ماتشات امبارح عشان نتكلم مع حضراتكم ومع ضيوفنا طبعا في السادسه على ماتشات النهارده ومواجهات قويه وناريه في تشامبيونز ليج، بس بعد الفاصل في السادسه. طيب نروح بقى الماتش اللي تابعه برده المصريين امبارح، واللي كان فيه الحقيقه ابو صلاح متالق واحرز هدفين يوصل بيهم رصيده في التشامبيونز ليج ل 30 هدف، وده رقم كبير، رقم قياسي. يعني ماشي الحمد لله مع ابو صلاح كويس جدا، ونتمنى انها تكمل كده، يعمل كده يكسر رقم قياسي، يعمل كده يخش في اساطير ليفربول. هنتكلم مع حضراتكم على بورتو وليفربول، ونشوف راي دكتور وليد ومينا في ماتش امبارح. طبعا اللي يهمنا في القصه كلها طبعا صلاح وتالق واحرازه لهدفين، اعتقد يفرقوا معاه كتير جدا على مش بس في البطوله دي، لكن على مشواره مع الاكثر من ناجح الحقيقه مع ليفربول.
اه طبعا انا كنت يعني ببص للمباراه دي تحديدا، كنت اتمنى محمد صلاح يتالق فيها لان القرار السابق ليها بتعيين 6 كباتن لليفربول لم يكن من بينهم محمد صلاح، 3 من اختيار كلوب الاقدميه و3 من اختيار اللاعبين. انا كنت منتظر رد فعل صلاح لان صلاح كان عنده مشكله سابقه بخصوص الموضوع ده، فكنت اتمنى انه يفصل ما بين رغبته الشخصيه وادائه في الملعب، وده اللي حصل بالفعل. خلينا نسمي صلاح هو يعني رجل السكند بول، لان صلاح وصل لمرحله من الذكاء في التمركز والتحركات والمتابعه والتوقع. الحقيقه مرحله انا الحقيقه معجب بيها بشكل كبير جدا، لان معظم اهداف صلاح بدات بتبقى من متابعات ذكيه لكور مرتده او لاخطاء مدافعين، ودي مش اي لاعب يكون عنده هذا الحضور الذهني. اتمنى لو معانا اللقطات بتاعه الاهداف بتاعه صلاح، لان زي ما قلت لك مش اي حد في العالم دلوقتي بيعرف يعمل ده بالقدره اللي بيعملها محمد صلاح. طبعا تكتيك ليفربول ليه دور في الموضوع ده، والتحركات بتاعه اللعيبه والتوزيع الهجومي للثلاثي لما بيلعب ساديو ماني وجوتا او فيرمينو مع محمد صلاح وكمان تكمله هندرسون، الحقيقه توزيعهم كلوب بيعرف يتحكم فيهم بشكل كويس. ملعب بورتو واضح انه بقى من الملاعب اللي وشها حلو، حتى صلاح قال لك احنا عايزين نبدله بالانفيلد، ويعني من الملاعب الحقيقه اللي اجواءها حلوه قوي. ملعب بورتو ما تختلفش ابدا عن ملعب انفيلد، انا كان ليا الشرف ان انا زرت الملعب ده في دوري الامم الاوروبيه في 2019، ملعب ممتع جدا رغم انه مش ضخم ومش كبير، لكن اجواءه ممتعه ويتلعب فيه كوره زي ما احنا شايفين. ده الهدف الاول. ازاي محمد صلاح واقف متوقع الخطا، متوقع ان الكوره تجيله، اي لاعب تاني كان ممكن. في ناس بتشوف موضوع التوقع ده شيء سهل، مع انه ده شيء في منتهى الصعوبه. ده عايز تستنى الخطا، ده تركيز متواصل، تمركز طبعا فيه وتحرك جوه الملعب صح، ده الهدف الاول. طب ده جزء من الثانيه انك انت تتوقع خطا في جزء من الثانيه، تبقى واقف في نفس الحته اللي الكوره ممكن تجي لك فيها. طبعا الجون الثاني كمان بقى اللي هي المهاره المعتاده من محمد صلاح. كورتيس جونز اولا طبعا ليه كريديت كبير جدا في الهدف، لانه هو اللي عمل الضغط، هو اللي قطع الكوره وانطلق في المساحه الفاضيه. ده الهدف الثاني طبعا. ده الهدف الثاني ليه، تحرك محمد صلاح وازاي فتح لنفسه المساحه. استلم ومن السكند تاتش على طول سدد. طبعا هزيمه كبيره على بورتو لسيرجيو كونسيساو، بالحقيقه عامل فرقه كويسه جدا، لكن ليفربول برضو قوة هجومية لا يستهان بيها دلوقتي في أوروبا. ليفربول لما بيلعب بدون إصابات بيبقى خطر على أي فريق ومرشح دايما أنه يكمل. مشكلة ليفربول الوحيدة هذا الموسم هي الدكة اللي مش مدعمة بشكل كافي، وأي إصابات هتلحق بالسكواد الأساسي ليفربول هتعمل مشكلة لها ليورجن كلوب. طيب بفكركم بسؤال الحلقة النهاردة على السوشيال ميديا، أنتم مع بعد التألق طبعا الملفت للنظر الحالة اللي عايشها صلاح مع ليفربول من أول ما انضم ليه لغاية النهاردة، هل أنتم مع استمراره في ليفربول ولا بتروا أنه صلاح عليه أنه يرحل ويبحث عن تحقيق مجد جديد، خصوصا أنه في فرق النهاردة ممكن تبقى محتاجة زي ريال مدريد اللي بيعاني مثلا، هل تتمنوا تشوفوا صلاح مع فريق زي ريال، زي بايرن ميونخ، زي برشلونه؟ منتظرين اجاباتكم وهنستعرض جزء من الاجابات دي مع ضيوفنا وناخد رايهم برضو في السؤال ده، بس بعد ما نروح نشوف يورجن كلوب قال ايه بعد المباراه. كانت البدايه صعبه، اذ يبدو ان فريق بورتو شهد مباراتنا ضد برينتفورد، وبدأ المباراة بلعب مباشر، ولهذا السبب لم أرد إجراء أي تغيير لأنني أردت أن يعثر اللاعبون على حل لهذه المشكلة على أرض الملعب، وهذا ما فعلوا، ولعبنا بشكل جيد بعد ذلك. لم نستغل الفرص الكبيرة التي سنحت لنا، لكننا سجلنا هدفين من نصف فرصتين، لكننا لعبنا بصورة جيدة. طيب هستعرض مع حضراتكم جزء كده من رأي الجمهور في قصة استمرار صلاح مع ليفربول من عدمه، ونبتدي مثلا بآية رمضان: محمد صلاح الأفضل لي أنه يستمر في ليفربول، ما شاء الله مباراة مباراة بيسجل أهداف ويكمل مشواره مع الليفر وربنا يوفقه. عرف محمود الأفضل أن هو يروح ريال مدريد ويستمر على الإنجازات، أكيد طبعا يستمر. ده يوسف حسن. إبراهيم الشايب يستمر لأنه كل ما يستمر بيحقق أرقام قياسية وده أفضل ليه لفرقته، ده إيجيبشن كينج. في رأي تاني بيقول ده من عمر علي: الأفضل أنه يستمر مع الليفر. بعيدا عن أي سؤال، أنا مش فاهم ليه الحملة معمولة. طب أنا هخلي ده بعدين لأنه ده بره الموضوع. نفسي أشوف صلاح في برشلونة، ده علي عثمان أو الريال، ولو زنقت خالص يبقى يجي الأهلي. محمود عطية بيقول لا، المفروض يرجع يلعب في واحد من أندية الدوري الممتاز. طيب هاخد رأيكم في الموضوع ده، لأنه الحقيقة برضو ديلاما كبيرة جدا. تقدر تحقق إنجازات كبيرة جدا مع ليفر، خدت مكانتك، خدت وضعك، كسرت عدد كبير جدا من الأرقام القياسية، ومش ببالغ لو قلت
انه بقى واحد من ارقلات النادي ولا تفكر تحقق في مجد جديد في فريق تاني؟ هيكون ده سؤالي لحضراتكم بس بعد الفاصل. طيب اغلب الاراء اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده صلاح يكمل ولا ممكن نشوفه مع فريق تاني، الجمهور المصري كله اغلبه بيتكلم على انه لا صلاح يستمر مع ليفربول، حاله الانسجام، المكان اللي وصل لها، المشوار الناجح تقول انه يكمل مع ليفربول. الاصوات القليله او يعني الاستثناء من القاعده بتقول انه لا، عايزين نشوف صلاح في الدوري الاسباني مع واحد من الكبيرين اما ريال مدريد او بارسا. في كلمتين، مينا يستمر شايف صلاح انه يكمل ويفنش في ليفربول ولا ممكن يبتدي او يصنع مجد جديد في مكان تاني؟ انا اتمنى يفضل في ليفربول. صلاح بيتحول لايكون في الدوري الانجليزي بالنسبه لي، انا حلمي اشوف واحد من التوب 5 هدافين في تاريخ البريمير ليج. تمام، سهل طبعا تبقى اسطوره في نادي اوروبي وما بالك ان ليفربول يعني يجيد تلميع وصناعه اساطيره، لازم يستمر طبعا ويحافظ ويدعم ارقامه زي ما مينا قال، يفضل الواحد ممكن جدا انه يبقى اهم لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي لو كمل وكمل مسيرته لسن متقدم. اتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. بمناسبه الهدفين امبارح، هو الحقيقه تقدم في ترتيب الهدافين الافارقه على مستوى بطوله الشامبيونز ليج، يعني هو طبعا دي دروجبا بيحتل الصداره، فرق 13 جول، 44 جول تقريبا، وبعد كده بيجي صامويل ايتو ومحمد صلاح، او محمد صلاح 31 صامويل ايتو الثاني والثالث. طيب نقفل ماتش ليفربول بورتو بالارقام يا مينا. تمام، النتيجه امبارح طبعا 5-1 لليفربول قدام بورتو، 9 فرص منهم 5 تحولوا لاهداف ليفربول مقابل 3 واحده بس منهم لبورتو. نسبه الاهداف المتوقعه والاكس جي 2.8 ليفربول قدام 0.62 لبورتو، الاستحواذ 64%، فده طبعا في افضليه بالنسبه لليفربول قدام 36% لبورتو. تمريرات 647 تمريره منهم 569 مظبوطين او صح ليفربول بنسبه 88%، الناحيه الثانيه بورتو 317 منهم 259 بنسبه 82%، تصوبات 20 ليفربول 13 على المرمى، 6 بورتو 3 على المرمى، العرضيات 8-8 وركنيات 4 ليفربول 2 بورتو. طيب نروح لارقام صلاح يا دكتور وليد. طبعا صلاح يعني بعد ما اطمن للنتيجه يورجن كلوب بدله، لعب 67 دقيقه فقط، احرز هدفين وصنع فرصه واحده وصوب تصويبتين، هو بنسبه نجاح 100%، التصويبتين راحوا اهداف، مرر 22 تمريره صحيحه من توتال 25 بنسبه نجاح 88%، وراوغ مراوغتين صحيحتين من اجمالي 4 مراوغات صحيحه بنسبه نجاح 50%. طيب قبل ما نتكلم على ماتشات النهارده واسمع تعليق سريع على ماتش او على مفاجاه الريال وشرف امبارح، خلينا ناخد معاكم جوله، وبما ان احنا ختمنا كلامنا بورتو وليفربول بالكلام عن صلاح، ان احنا ناخد جوله الجي بي اس مع حضراتكم النهارده ومع المشاهدين، نتابع اخبار المحترفين المصريين في مختلف ملاعب العالم. وخليني اقول لحضراتكم انه عنوان جي بي اس النهارده هو ان الاسبوع ده ما كانش الالطف لمحترفينا في مختلف الملاعب ومختلف الدوريات باستثناء صلاح وحجازي وعمر مرموش، اعتقد انه في مستوى او في حاله تراجع لمستوى اغلب اللاعبين المحترفين. تعالوا نبدا مع حضراتكم فقره جي بي اس، وطبعا مع وجود دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد معانا في الاستوديو، نسمع ونتابع اخبار المحترفين المصريين. البدايه من انجلترا طبعا مع نجمنا المتالق المتوهج محمد صلاح، قنبله بتنفجر الحقيقه في ملاعب وبتتفجر في ملاعب انجلترا. محمد صلاح شارك لمده 67 زي ما دكتور وليد كان بيقول 67 دقيقه في ماتش فرقته قدام بورتو في دوري الابطال، واللي انتهت بالفوز 5-1. معدل تقييم صلاح خلال الماتش كان 8.3 درجه وفقا لسوفا سكور، سجل هدفين من محاولتين على المرمى ونجح في تمرير 22 كره صحيحة من أصل 25 بنسبة نجاح 88%. سام مورسي الحقيقة يمكن بيلعب مع إبسويتش تاون، وللأسف زي ما قلت لحضراتكم معظم محترفين إما ما شاركوش لأكتر من سبب، لكنه سام ما شاركش مع فرقته في ماتش الأخير أمام شيفيلد، وفرقة سام مورسي بتتراجع من المركز 19 في جدول الترتيب الليج 1 للمركز 21 برصيد 7 نقاط من 8 مباريات. سام بشكل عام شارك في ماتش وحيد في الكاس وتلقى في المباراة للأسف بطاقة حمراء. النني هارد لك يا مينا. سي يوسكر صحيح، نسيت ابتدي الحلقة بكده يعني. طبعا النني ما شاركش في ماتش مع فرقته في الدوري الإنجليزي، المباراة اللي فاز فيها أرسنال على توتنهام بنتيجة 3-1 مع الرقفة،
وده مش كلامي ده كلام مينا شخصيا. أرسنال حاليا في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 ماتشات، والنني يشارك في مباراة وحيدة مع فرقته الأرسنال في الدوري الإنجليزي بمعدل 45. أسألكم وأقف مع النني شوية، هل شايفين الأفضل النني يكمل مع الأرسنال زي ما سألنا على صلاح وليفربول، ولا الأفضل النني يتحرك في حتة ثانية؟ يعني لو فضل الوضع كما هو عليه وهيبقى غايب طول الوقت بالشكل ده، اتمنى انه يشوف محطه اخرى في يناير، لانه لما عمل ده مع بيشكتاش رجع لمستواه ورجع فورمه ورجع ثاني اساسي مع ارسنال، قد تكون هذه المحطه تساهم ايجابيا يعني في رفع مستواه والعوده من جديد للوجه. مينا مش مختلف تماما كان دكتور وليد، هو محتاج فرصه، محتاج ياخد دقايق كتيره، لانه طريقه لعبه دلوقتي مش بتناسب طريقه قوي ميكائيل ارتيتا. اعتقد الرحيل في الفتره دي افيد له كمان في الفتره السنيه اللي هو فيها. طيب نروح للدوري السعودي وتحديدا نجمنا احمد حجازي، احد 3 لاعبين محترفين متالقين مع فرقهم الحقيقه حتى وان كان في الدوري السعودي، وبالمناسبه الدوري السعودي يعتبر من الدوريات الكويسه او اللي مستواها جيد. احمد بيلعب مع اتحاد جده السعودي، شارك في مباراه فريقه الاخيره كاساسي واللي لعب فيها اتحاد جده امام التعاون وانتهت بالتعادل بنتيجه 1-1. احمد مرر الكره 45 مره منهم 39 تمريره صحيحه بمعدل دقه بلغ 87%، معدل تقييمه خلال المباراه وفقا لسوفا سكور 7.1، وكان عنده القدره انه يفسد هجمتين خلال المباراه. تم اختياره في تشكيله الاسبوع المثاليه او الافضل لمده 3 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جده حاليا بيحتل صداره الترتيب برصيد 13 نقطه من 6 مباريات. نروح ألمانيا، وطبعا البداية هتكون مع عمر مرموش، الوجه اللي بيتهيأ اللي احنا قدمناه لحضراتكم في السادسة وتابعنا أخباره يوم بعد يوم. عمر مرموش بيلعب في شتوتغارت الألماني، شارك أساسي في مباراة فريقه الأخيرة أمام بوخم في الدوري، والمباراة دي انتهت بالتعادل السلبي، معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 7.2 درجة. مرر الكورة 25 مرة منهم 18 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 72%، ونجح في تحقيق 5 مراوغات صحيحة من 9 مراوغات، ونجح في الفوز ب3 التحامات هوائية من أصل 3، وأنقذ فريقه من فرصة محققة. شتوتغارت بيحتل حاليا المركز ال 13 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من أصل 6 مباريات. وهقف مع مرموش واسألكم برضو سريعا رأيكم في انضمامه لتشكيلة منتخب مصر وفوق وتوقعكم لفرصته في المشاركة في مباراتي ليبيا اللي جايين. مشروع طبعا، مهاجم قادم في مركز احنا بنفتقد فيه لعيبة كتير في الكرة المصرية، واضح جدا من أرقامه والتقييم بتاعه انه عنده مهارات كتير، بيعرف يلعب في الهواء كويس، بيعرف يراوغ بشكل كويس، كمان عنده مشاركه دفاعيه محترمه. في هذا السن محتاجين يكون موجود يتعود على اسلوب لعب منتخب مصر، واعتقد انه زي ما قلت هو مشروع مهاجم اساسي قادم لمنتخب مصر. نتمنى نشوف لعيب يمثل اضافه في تشكيله كارلوس كيروش. نروح لاحمد حسن كوكا اللي انتقل طبعا من الدوري اليوناني للدوري التركي، وبيلعب حاليا لفريق كونيا سبور التركي، شارك كبديل للاسف في الدقيقة 63 في مباراة فريقه الأخيرة أمام ترابزون التركي، معدل تقييمه في المباراة 7.2 من 10، معدل تمريراته في المباراة 7 تمريرات منهم 6 تمريرات صحيحة، التحامات الهوائية 2 بمعدل نجاح 100%. كونيا سبور حاليا بيحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من أصل 7 ماتشات. هنفضل في الدوري التركي، لكن هنروح المرة دي لمصطفى محمد، مهاجم المصري اللي بيلعب في جلاتا سراي. والحقيقه انه على الرغم من بدايات مصطفى كانت قويه جدا الحقيقه مع جلاتا سراي، وكل توقع له انه يتوهج، بل توقع كمان انه ينتقل لدوريات اكبر، لكن الحقيقه المسيره شهدت تراجع. مصطفى محمد شارك لمده دقيقه واحده خلال المباراه الاخيره لجلاتا سراي وجوستيبي في الدوري التركي، المباراه دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجه 2-1. وجلاتا سراي بشكل عام مستواه متراجع جدا نسخه الدوري التركي السنه دي، بيحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات. هنفضل برضو في الدوري التركي، ولكن المرة دي هنروح لكريم حافظ. كريم حافظ بيلعب في مالاتاي سبور، هو الحقيقة مصاب في الفترة الأخيرة، ما شاركش في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام أنطاليا سبور، والمباراة انتهت بخسارة مالاتاي سبور بهدف نظيف. مالاتاي بيحتل حاليا المركز ال 17 في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 6 نقاط من 7 مباريات. أحمد ياسر ريان الحقيقة برضو كانت بداياته قوية جدا في الدوري التركي، لكنه للأسف أحمد مصاب في الفترة الحالية وما شاركش في فوز فرقته الأخير على بيشكتاش التركي، لأنه طبعا بدعي الإصابة.
التاي حاليا بيحتل مركز كويس جدا، بيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 7 ماتشات، وبشكل عام أحمد شارك في 3 ماتشات، سجل خلال 3 ماتشات دول هدفين. طيب دي كانت جولة في معظم الملاعب، وطبعا أهمها الدوري الإنجليزي والدوري التركي اللي فيه أكبر عدد من اللاعبين المصريين المحترفين. يعني ما أعتقدش أن الأرقام باستثناء طبعا صلاح اللي يعني بيمر بأفضل حالاته هي الأفضل بالنسبة للاعبتنا المحترفة بره مينا. دي حقيقة. لا أعتقد أنه يمكن فعليا من التسع أسامي هيتم فلترة بعض الأسامي لظروف مختلفة، يمكن البعض عنده إصابات زي كريم حافظ، رغم أن أنا بشوف كريم حافظ بالمناسبة ليفت باك كويس، يمكن اتظلم لأن أغلبنا كمصريين قيمناه من التجربة الأخيرة في كأس الأمم 2017، كان في الوقت ده برضه زي ما بنقول نزل في النار، كان قدام المغرب في ماتش عندنا إصابات كتيرة وبيلعب على جبهة صعبة جدا وهو لسه عنده 20 سنة في الوقت ده. حرق يعني. بالظبط، يمكن السنة اللي فاتت كريم حافظ كان مقدم سيزون كويس جدا، عامل 9 أسيستات، كان أعلى توب أسيستر في الدوري التركي، فدي أرقام كويسة. برضه أقول تعليق يمكن على عمر مرموش، ان اعتقد مع الوقت عمر مرموش هيبقى واحد من الاجنحه المفضله عند كارلوس كيروش مش سترايكر. طول الوقت كارلوس كيروش بيحب السترايكر اللي بيعرف يبقى وينجر وحريف، لان ده كان بينفعه، ده يبقى شويه شبه نسخه علي رضا جيهان بخش لما كان معاه في منتخب ايران. اعتقد ده اقرب نسخه مماثله ممكن نتفرج عليها مع عمر مرموش. بقيه الاسامي المعتاده يمكن حجازي بيستمر في تالقه مع محمد صلاح طبعا لا غبار عليه. يعني لو خدت الاسماء الصغيره في السن، عمر مرموش، احمد ياسر ريان، مصطفى محمد، شايف انه في حد فيهم عنده فرصه انه يكرر مشوار محمد صلاح ويتحرك من الدوري التركي لدوري اكبر، فريق اكبر؟ انا اتمنى ان كل واحد فيهم يكون نسخته هو، ما يحاولش يقلد محمد صلاح. انا بتكلم على مستوى الاحترافيه، انت عارف يمكن في لعيبه في مصر مش بس في الجيل ده، في اجيال سابقه كان ممكن امكانياتها في الكوره تفوق محمد صلاح، لكن اللي وصل محمد صلاح للمكانه دي هي عقليته، قدرته على التاقلم واستيعاب فكر الانديه المحترفه، وبالتالي نجح مع اكتر من نادي مش بس ليفربول. يعني ما حدش يقدر ينكر تجربته مع روما كانت برضو اكتر من ناجحه. انا اعتقد في زعم ان الاسامي اللي موجوده مش شرط تبقى بنفس الاستمراريه. اعتقد محمد صلاح، انا شخصيا كنت مستمتع بان اتفرج على نسخ محمد صلاح المختلف. يعني يمكن صلاح في بازل كان لعيب حريف جدا بس مش فينشر كبير. لما راح فيورنتينا اتحسن جدا بدنيا وابتدى يبقى اسرع شويه وابتدى يبقى عنده الفينشنج بيتطور. لما راح مع سباليتي تحول بشكل كبير بقى لعيب اسيستر اكتر، لعيب مع ليفربول انفجر. اللعيبه دي قدامها فرص لكن محتاجه مدربين صح في اوقات صح مع انديه برضو يلعبوا فيها اكبر عدد دقائق ممكن. فده رايي. دكتور وليد، انا يعني متفق جدا مع حته المدرب، لان انا شايف واحده من اهم النقاط الفاصله في مسيره محمد صلاح مع كل اللي انت قلته طبعا، العقليه والمهاره اساسا الموجوده والسرعه والقدرات البدنيه والقدره على التكيف، هو المدرب اللي بيقدر يخرج افضل ما في اللعب. انا شايف سباليتي كان واحد من اهم الاسماء اللي غيرت مسيره محمد صلاح، باعتراف محمد صلاح نفسه يعني في بعض الحوارات السابقه، لو حظ لاعب زي عمر مرموش وقع في ايد مدرب بهذا القدر من القدره على تطوير اداء اللاعب وخصوصا اللعيبه الصاعده، اعتقد ممكن يعمل يقدم نسخه عظيمه جدا لمحترف مصر. طبعا احمد ياسر ومصطفى نفس الشيء، بس يمكن عمر مرموش طلع بدري عنهم شويه فعاش الاجواء بسرعه. اتمنى ان شاء الله تكون مسيره الثلاثه كل لاعبينا المحترفين. طيب عشان نلحق نتكلم في ماتشات النهارده، عايز المفاجاه الصادمه، ريال مدريد شارك، ايه اللي حصل؟ يعني انا يعني لحد دلوقتي انا فرحان طبعا العالم كله يعني. وانا كمان العالم كله مش مستوعب اللي حصل، لان انت بتتكلم في نادي اول مره في حياته يلعب على هذا المستوى، لسه يعني من سنين قليله جدا تم انشاءه، بيلعب في مولدوفا، ما فيش نجوم، المدرب مغمور، كل اللعيبه مغموره، يعني ما فيش اي مقومات ممكن تديك انطباع ان هذا الفريق ممكن يكسب ريال مدريد وفين وعلى سانتياغو برنابيو وفي دور مجموعات لدوري ابطال اوروبا، مش مباراه وديه. انا عجبني الشجاعه اللي لعبوا بيها، عجبني الايمان بالحظوظ، دي رساله لاي نادي واي فريق مصري بقى، بما اننا يعني بنحاول نربط الامور، يا جماعه ادخلوا اي مباراه وانتوا عندكم الايمان ان انتوا قادرين تكسبوا. لعب بتكتيك كويس طبعا، ريال مدريد هاجم لكن ما كانش بالشكل ولا كان بالشراسه الهجوميه اللي احنا منتظرين عليها اسماء زي كريم بنزيما وفينيسيو جونيور اللي في قمه مستواهم هذا الموسم، هازارد طبعا، كاسيمير، كل اللعيبه وحتى البدلاء. ده انشيلوتي لما بينزل مودريتش وبينزل توني كروس وبينزل يوفيتش، يعني بتتكلم في سكواد كامل بهذه القيمه وهذه القدره وقيمه تدريبيه كبيره زي كارلو انشيلوتي وتخسر على ارضك، طبعا مفاجاه صادمه. زي ما اتكلمنا عن الشك اللي في باريس سان جيرمان، ريال مدريد كمان دخل هذه الدائره، لان
الهزيمة دي ممكن تحول موسم ريال مدريد تماما، إما إيجابا ويبني عليها ويتلاشاها، وإما سلبا إن شاء الله يكون سلبا. يعني إحنا مع القرعة هنا يا مينا، لما تكلمنا أنت ودكتور وليد كل شيء متسجل، قلتوا لي إنتر والريال، وما كانش حد متوقع النهاردة شريف متصدر على فكره مش بس فكره ريال امبارح فعلا يكسب شختر في اول ماتش، دي كانت مفاجاه. شختر فريق متمرس جدا في الشامبيونز ليج حتى، ولكن يمكن انا عشان كده بنقول بحب الكوره عشان كده، يعني المجد اللي بيحلمه يعني. صحيح. يمكن حتى ان تشريف ده مش من مولدوفا، ده هم في بلد صغيره مقاطعه ما بين مولدوفا واوكرانيا. صحيح. يعني كلهم بيلعب في الدوري، بس اخذوه طبعا مولدوفا مش اي حد. هو كل حتى لعيبته واخدها من اسامي ثانيه، كريستيانو وادام التراوي مش لاقيين حتى اسامي ليهم، بياخدوا اسامي لعيبه ثانيه يعني. ولكن طبعا برده على الورق مكسب خداع. على فكره خليني اقول لحضراتكم معلومه، انه في بعض اللاعبين اللي موجودين في فريق شرف تيراسول ده، ثلاث لعيبه تحديدا اتعرضوا على بعض الانديه هنا في مصر، والمدربين او مدير الفنيين المصريين قالوا ان هم لا يصلحوا لل يعني ان احنا نمضي معهم عقود احتراف. طيب ما علينا. طب نعدي الصدمه عشان ما ناخدش وقت كتير، وعايز اتكلم اكتر على ماتشات النهارده. انا سالت دكتور وليد، سالت مينا في الفاصل هتتفرجوا على ايه النهارده، لانه طبعا كل واحد بينشن على ماتش ويتابعه، ممكن يقلب ولا يتابع على الانترنت كده ايه اللي حصل في الماتشات التانية. دكتور وليد على الهوا، نزلت عند بنفيكا وبرشلونه، يعني اعمل ايه، محدش بيهرب من القدر. بص انا يعني ما رضيتش ادوس في ريال مدريد قوي عشان عارف لا يحصل النهارده، مش هفرح يعني. طبعا بنفيكا برشلونه، بس ممكن لعيبه البارسا تحس انها لعيبه شرف في نفسها. يعني اذا يعني كان شرف عمل المستحيل، طب واحنا ليه ما نعملش ده كمان؟ ده حقيقي، احنا اخرنا نلعب زي شرف الفتره دي. لا طبعا هي مواجهه مهمه جدا، كومان بيعيش. طب تسمحوا لي معلش قبل ما اخش في ماتشات النهارده، مهم كمان بما ان احنا اتكلمنا على الريال وشرف، نسمع كارلو انشيلوتي المدير الفني قال ايه بعد المباراه، ونرجع ندخل في ماتشات النهارده. أشعر بما هو أكثر من القلق، إذ أشعر بالحزن. لعب الفريق مباراة مكتملة، ولعبنا بقوة وعزيمة وإصرار. كبدتنا التفاصيل الصغيرة في الشوط الأول ومنتصف الشوط الثاني من رمية خسارة هذه المباراة، أدت العديد من التفاصيل الصغيرة إلى خسارتنا، ولم يسعفنا الحظ في لحظات، غير أن فريقنا هيأ عددا كبيرا من الفرص، وربما كان من الأقدر بنا أن نحسن الأداء في آخر 30 مترا، ربما أدى ذلك إلى نتيجة أفضل. من الصعب شرح سبب الهزيمة إذا وضعنا في الاعتبار أداءنا في المباراة. ندخل في ماتشات النهاردة بقى، وأعتقد أنه في النهاية برضو الريال فرقة كبيرة، وأنشيلوتي مدير فني يعني من أفضل المديرين الفنيين على مستوى العالم، هيقدر يلم نفسه. يعني ما تتوقعوش أنه الريال ولا ايه يا دكتور؟ حصلت كمان السنه اللي فاتت كان بادئ سيء جدا في المجموعات، دايما بيبقى ليها حسابات ثانيه. كانت نفس المجموعه بشرف بس مونش جلادباخ، لكن هي كانت نفس المجموعه ولم نفسه في الاخر وصعد. طيب بنفيكا البارسا ليه؟ لان واحده من المحطات اللي مهمه جدا في استمراريه كومان، اللي كل مباراه بقى دلوقتي ايه بيقود البارسا مباراه بمباراه، اللي هو مستنيين هيكسب يكمل ولا هيخسر يمشي. طيب. هو الميديا في كاتالونيا وفي اسبانيا بقت بتتكلم بهذا المنطلق، وده الانطباع للابورتا واداره البارسا موصلاه، واللي كومان نفسه موصله بتصريحاته الغريبه اللي بقى فيها عصبيه زياده عن اللزوم. لازم برشلونه يحقق نتيجه ايجابيه، انا بتكلم عن مكسب مش بس تعادل، بعد الخساره على ارضه لازم يرجع تاني للاجواء، لان المجموعه مش سهله. وجود فريق زي بنفيكا دايما من الفرق اللي اولا عندها عراقه وتاريخ اوروبي، وثانيا من الفرق اللي بتلعب على ارضها بشكل كويس ودايما بتمتلك مهارات وبتطلع الشباب. لازم برشلونه يعمل نتيجه ايجابيه النهارده، والمباراه الثانيه اللي انا هتابعها طبعا بعد برشلونه هي القمه بقى، قمه تشيلسي ويوفنتوس. انت متوقع ان بنفيكا النهارده يكتسح؟ انا ما زلت لا مش شرط يكتسح، انا متاكد هيعمل ماتش كبير. اول حاجه بنفيكا على ارضهم ممتازين، خورخي خيسوس مدير فني رائع انا بحبه جدا، وشفناه يمكن كمان كان ماسك الهلال السعودي، هو اللي عمل بيهم السكواد المرعب ده. في مشكله فنيه كبيره، ان دايما البارسا عندهم مشكله في الفول باكين. الناحيه الثانيه بيلعبوا بلازار وبيلعبوا بجريمالدو، اهم مفتاحين لعب بالنسبه لبنفيكا. عندهم 2 سترايكرات، يارموتشوك شفناه في اليورو مع المنتخب الاوكراني، وداروين نونيز المهاجم الاورجواياني واحد من احسن مهاجمين جايين في اوروبا، فيعملوا مشاكل كتير النهارده. انا نسيت اسالك على هاري كين، ازاي وانا بتكلم على ارسنال وتوتنهام، هو ماله هاري كين؟ على فكره يعني غالبا من الاوفر بتاع المان سيتي الراجل دماغه لفه، مش هو هاري كين. هو دلوقتي الجمهور الانجليزي بيتريق عليه،
سمينه على نفس نغمه جيمس بوند الاو او 7، هم عاملينه هاري كين او او 7، زيرو جول زيرو اس، 7 لمسات جوه البوكس بيتريقوا عليه في انجلترا. هو الفكره كلها انه طبعا كديربي لا طبعا ارسنال يستحق الفوز بفرق كبير. حتى نونو سانتو تصريحاته كانت بعد الماتش يعني محبطه، ان انا غلطتي انا ما عملتش حسابي ولا بالماتش. تتوقع ان هو بيعاقب اداره توتنهام على ان هم ما سابوهوش يمشي زي ما وعدوه قبل؟ انا مش مقتنع قوي بالنقطه دي لسبب واحد، لان عقليه هاري كين مش كده. اول حاجه هاري كين دي ارقامه يا مينا، ارقام هاري كين هداف الدوري الانجليزي عارفها ومتضايق الاخير، واحد من المفترض افضل هدافين في العالم، اعتقد واحده من اسوء انطلاقاته بشكل عام حتى في البريمير ليج. ولكن برضو خلينا نقول مش عايز ادافع عن هاري كين، هو لسه في مشاكل كتير، لكن المنظومه كلها مش بتخدمه، وطريقه اللعب لغايه دلوقتي مش واضحه خالص مع نونو سانتو. ولا يكون يعني ما اشك انه حد بحجم هاري كين يكون بيعمل ده عشان يدفع اداره توتنهام انها تسيبه في ال. بالمناسبه دانيال ليفي مش هيبيع هاري كين حتى لو جاب جون في نفسه كل ماتش، حتى لو جاب جون في نفسه. انا بتكلم بجد على فكره، لانه يعني دانيال ليفي راجل عنيد جدا، وهو شايف ان هاري كين هيستمر مع النادي ايا يكن، مستحيل يمشيه في يناير. والكلام كله كان طالع انه بيحاولوا يجددوا عقد هاري كين، لكن بشرطين طبعا، انه يعلي الويج بتاعه الراتب بتاعه ويحط شرط جزائي. ده بقى النقطه اللي لسه هيكلموا فيها. لكن هاري كين لغايه دلوقتي طبعا لسه ما جاش، وفي مشاكل كتيره جدا جدا لازم يحلها. العلاقه دايما لازم تبقى وين وين يا دكتور وليد. شايف مستقبل هاري كين مع توتنهام، ولا شايف هاري كين بتيشيرت نادي تاني كان مانشستر سيتي او اي نادي يعني. هو طبعا فكره انه يكون قاصد يظهر بالشكل ده، الكلاس ده من اللاعبين البروفيشنال ما بيفكرش كده، لكن أي. احنا كلنا لكن بشر، لكن وارد انه حالته النفسيه طبعا ممكن تاثر على لعيب الكوره في الاخر مهما كان مستوى الاحترافيه بتاعه، الحاله النفسيه بتاثر. انا شايف ان استمراريه هاري كين مع توتنهام مش هتكون مفيده للطرفين، يعني الافضل لتوتنهام انه يبيع هاري كين سواء بقى في يناير او في نهايه الموسم بمبلغ محترم يقدروا يعوضوه مهاجمين تانيين، وهو يشوف بقى محطته القادمه، لان هاري كين بقى بيفكر دلوقتي في جوائز فرديه وفي انجازات جماعيه، راجل بلا بطولات مع هذه القدره. السنه اللي فاتت عمل كل حاجه، وعلشان هو مع توتنهام وما خدش بطولات ما بقاش احسن لاعب في الدوري الانجليزي، ولا محطوط في ترشيحات بالون دور ولا افضل لاعب في العالم، وبالتالي هو حاسس ان في حاجه ناقصه في مسيرته. عايز لقب طبعا، هو كسب لقب مره، اخذ الاودي كاب البطوله السابقه. دكتور وليد بنفيكا بارسا، انت ايه النهارده مينا؟ انا مانشستر يونايتد فياريال. يا جماعه تشيلسي ويوفي ده مين هيتفرج عليه؟ ماتش عظيم برضه، بس في شويه غيابات كده عندهم دي برضه هتاثر. لكن انا بصراحه مستني مانشستر يونايتد، لان انا عندي مشاكل شخصيه مع سولشاير كل اسبوع افضل اقول، ومنتظر الاقاله بصراحه. ممكن اثنين يطيروا النهارده، سولشاير مع كومان. ممكن مع كومان يطيروا. لا سولشاير بجد الماتش بخلاف اي شيء ماتش مهم، ان اشوف يعني الرد الفعل بتاع مانشستر يونايتد. وفي نفس الوقت يوناي امري بقى بيعمل فرقه محترمه جدا جدا. النهارده برضه تحدي صعب، لان مانشستر يونايتد عندهم غيابات كثيره جدا في خط الدفاع، وان بيساكا موقوف، لوكشو مصاب، ماجواير مصاب، هيبقى في مشاكل. والناحيه الثانيه حظه كويس برضه سولشاير ان في اصابات كتيره، جير مورينو مش موجود، سامويل تشيكويزي مش موجود، فالدنيا 50-50، بس هو ماتش حلو نتفرج عليه. طيب المباراه تتوقع انها تكون مفاجاه التشامبيونز ليج النهارده، او المباراه تتوقع انها يبقى فيها صرف النظر عن اسماء الفرقتين يكون فيها كره ممتعه؟ يعني هو ما اعتقدش باقي المواجهه، بايرن ميونخ يعني مواجهته محسومه طبعا، بقيه المباريات مش يعني مش هتكون ممتعه فنيا بشكل كبير، كلها شبه محسومه، لكن هي طبعا المواجهات هي المواجهه الابرز اللي احنا منتظرينها، المفروض يكون فيها النديه الاكبر هي مواجهه تشيلسي يوفي. نجم الشامبيونز ليج لغايه اللحظه دي، مين النجم الابرز من وجهه نظرك يا مينا؟ كريم بنزيما. كريم بنزيما، كريم بنزيما كمان امبارح كسر رقم جديد 17 سيزون على التوالي بيحرز في دوري الابطال. كريم بنزيما في رايي واحد من اهم اللعيبه في العالم. ودكتور وليد، هو بعد ماتش النهارده هيبقى ليفاندوفسكي اكيد، ليفاندوفسكي هو هيجيب سوبر هاتريك النهارده غالبا للهلال، فهيبقى هو اللاعب. ارجو انكم تستمتعوا بالماتشات النهارده، وان شاء الله الاربع اللي جاي يكون لنا لقاء تاني مع دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد اللي بيشرفونا دايما في يوم السادسه العالمي. نورتوا الدنيا وشرفتونا. شكرا. واتمنى انكم كمان تستمتعوا بماتشات النهارده. اكيد. وهارد لك مقدما يا دكتور وليد. يلا ربنا يستر. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل ان شاء الله على كل خير مع بدايه الاسبوع الجاي. تحياتي لحضراتكم.